بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الخاص من برنامجكم تونس في رمضان، عدد خاص طبعا بمناسبة هذه العشية الفضيلة وهذه الليلة المشرقة بإذن الله. طبعا نحن في عشية ليلة القدر المبارك اليوم 26 رمضان سنة 44 و400 ألف للهجرة، الموافق ل 17 أبريل سنة 2023. نحاول أن الفقرات تكون خاصة شوية باش نأثوا بها طبعا، هل قرابة ساعتين من زمان من المباشر، إن شاء الله يكونوا خفاف الظل عليكم، وإن شاء الله كل عام وكل ليلة وأنتم بألف خير. العديد كما قلنا من الفقرات والأركان في انتظاركم. باش تكون حاضرة معنا فرقة المدائح والأذكار أم الزين من المنستير في جزء من العرض اللي يحمل نفس العنوان من طبعا التراث الصوفي للجهة، باش تكون حاضرة معنا أيضا السيدة نسرين البرجي في حكاية من حكاياتها جميلة، أيضا محمود المجيدة باش يحكي لنا على تعاملنا مع أطفالنا ومع العيد المبارك، أيضا المدير العام لوكالة طبعا سلامة المنتجات باش يحكي لنا على الموضوع اللي الناس كل طبعا في علاقة به وهو اللعب والحلويات وغيرها من مستلزمات ومقتنيات العيد. التراث عنده دوره أيضا باش يكون حاضر معنا ممثل عن وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية، باش نحكيو على الرقمنة فيما يخص أحياء التراث والتنمية الثقافية، باش يكون حاضر معنا الشيخ إسماعيل الهرابي طبعا باش نحكيو على فضاء ليلة القدر، وباش إن شاء الله يكون له دعاء إن شاء الله ربي يستجيب لكل المسلمين خاصة الصائمين والقائمين، ربي يتقبل إن شاء الله صيامهم وقيامهم. البداية باش تكون مع صابرين باش نشوفوها شنو باش تحضر لنا فيها الليلة المباركة من أطباق خاصة بالسهرة والسحور. تحيتنا ليك صابرين وكل عام وأنت بخير. صباح الخير زيد، نسلم عليك ونسلم على المشاهدين متاعنا الكل. ما بعضنا اليوم باش نعملوا حاجة باش ندخلوا شوية في جو العيد، باش نمشيوا أكثر في الحلو اللي يمشي للعيد، زادة نجموا ناخذوا منه للسهرية. اليوم باش نعملوا مع بعضنا محانشة. المحانشة هذه حاشتنا لها بالأوراق متاع الملسوقة، حاشتنا باللوز الأبيض المرحي، نجموا راهو نحطوا أي فاكهة احنا نحبوا عليها، هذوما المكونات واضحين أمامكم على الشاشة. حاشتنا بالسكر، المهم عندنا أنه باش نرحيوا ليزانغريديون بخلاف بتبيع ورقة الملسوقة والزبدة، باش نرحيوا ليزانغريديون حتى لين تولي عندنا بات كيما هذيا هكايا. أكيد ماذا بينا نغطيوها باش ما تشيحش. البات هذيا اللي باش نخدموها وباش نلفوا بها ورقة الملسوقة باش نتحصلوا على كعبات المحنشة متاعنا، ويتيبوا في الفور أكيد جوست يتحمروا شوية. هايكا البات متاع اللوز كيفاش يلزمها تكون، ما هيش يابسة برشا وزادة ما هيش جارية. دونك هذيا باش نخدموها من بعد ونحطوها في أوراق الملسوقة. وعندنا زاده باش نعملوا غريبه دروع بلاش ماكينه، برشا عباد مشكلتهم في الغريبه الماكينه. دونك حاشنا لهنا بالدروع، حاشنا بالفرينه، سكر محور، زيت زيتونه، وتنجموا تحطوا اي فاكهه تحبوا عليها مع الجلجلان. هذوما المكونات نتاعنا، اقعدوا معانا احنا شويه اخر نبداو مع بعضنا. طبعا الحلويات نتاع الليله هي حلويات تقليديه وخاصه بمناسبه هذه الليله المباركه كما قلت لكم، وهي حلويات عودوها بنا بها، عودونا بها جداتنا الحقيقه وامهاتنا، نتوجه لهم طبعا اللي حيين بالتحيه وربي يطول في اعمارهم في الخير، واللي توفوا ان شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم ويتقبلهم بالمغفره والرضوان. وكي نقول جداتنا وامهاتنا إحالة على حضور السيدة المربية الفاضلة نسرين البرجي الخبيرة والاستشارية التربوية والأسرية طبعا، اللي عودتكم كل اثنين من رمضان بحكاية جميلة من حكاياتها طبعا، فيها عبرة وفيها موعظة
وفيها اضافه واستفاده. مرحبا بك سيده نسرين. يعيشك زياد، كل عام وانت بخير. ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. عايشك طبعا، تعودنا بحضورك معنا في المباشر من خلال الاستشارات التربويه الاسريه، لكن منذ بدايه رمضان جينا كل مره متالقه تبارك الله بلباس تقليدي جميل كل مره، من شكل ومن نوع ومن لون، ما شاء الله عليك، وتحكي لنا حكايه جميله ترجعنا للايامات الحلوه كما قلت نتاع حكايات الجدات وخرافات الامهات. حكايه اليوم سيده نسرين تفضل. حكايه اليوم، اليوم باش نحكيو على الرضا بالقضاء والقدر. نعم. اليوم باش نحكيو على الايجابيه واهميتها في حياتنا. نعم. عليك اليوم باش ننطلقوا في حكايتنا ونقولوا عادش يبكي. فرحت الأم وقالت له يعطيك الصحة، قد ما عملت باش نسكتو، ما حبش. سكت هكا الشاب، قال الحمد لله. قالت له أنا ما باش نكفيك، عندي كان ثلاثة كعبات قارص، هذوما اللي عندي، مدتهم له، خذاهم. قال الحمد لله وكمل ثنيته. وهو ماشي في الثنية، قدم شوية، تعرضوا مرة كبيرة، قاعدة في مكان دايخة. قال يا حاجة شبيك؟ قالت له يا ليدي راني دايخة وتعبة، خذيك الكعبات القارص هذوكم حلهم، مدهم لها، كليت منهم شوية تحسنت.
بهت هيك الشاب قال الحمد لله منك الدابة اللي كانت عندي نلقى روحي عندي حصان. اطلع فوق الحصان ودخل في المدينة، دخل في وسط المدينة يعرضوا راجل في آخر المدينة قال له وليدي الحصان متاعي مليس وين قصد ربي في خديمة أتسلمني شي هالحصان متاعك نقضي بيه حاجتي وفي الأخر نرجعه لك نرجع. قالوا به الله يبارك. أما قالوا اسمعني عندك 6 شهور فيدك كان ما رجعتش يا وليدي حلال عليك هيك الدويرة اللي ترى فيها قدامك دويرتي والثانية اللي وراها حلال عليك. بهت قالوا به الله يبارك. أي مشاك الراجل قصد ربي وقعد كشاف في المدينة يعيش يدب في راسه يخدم. تعدى شهر الأول الثاني شهر الثالث شهر السادس تعدى العام والراجل ما رجعش. يلقى روحه هكا الشاب هذاك يملك دار ويملك ثانية وعنده أملاك. قال الحمد لله الحمد لله يا ربي من قشة وفراشة ودابة وحاجات بسيطة كنت نجم نذم ونقول علاش هكا علاش أنا هكا ديما زهري. قلت الحمد لله ورضيت وربي سبحانه وتعالى عطاني وكرمني وما خلانيش. الحمد لله كلمة كبيرة برشا نرضى باللي عطانا ربي سبحانه وتعالى. خليك إيجابي في الدنيا هذه وفي حياتك ارضى باللي يعطيك ربي أتوى ربي سبحانه يفتحها في وجهك وما تقولش علاش أنا. قول ليه الحمد لله اللي أنا خاطر ربي سبحانه اختارني أنا من بين الناس باش نكون قد هالمسؤولية هذه ونخرج منها ونوصل وربي سبحانه يكرمني. وإحنا في هالليلة الفضيلة ليلة 27 ليلة القدر اللي ربي سبحانه وتعالى يقدرنا فيها اللي جاي من العام هذا اللي إن شاء الله باش نعيشوه ربي يكرمنا فيه إن شاء الله. فيها ربي سبحانه يقدرنا نجاح ويقدرنا الرزق ويقدرنا الفرحة ويقدرنا كل خير إن شاء الله كل واحد فينا إن شاء الله يستناه ويتمناه. ملا ديما قولوا الحمد لله وديما نصبروا ونرضاو وتذكر اللي الإيجابية ما تولد كان إيجابية وراهي تعدي والإنسان الإيجابي ديما يعدي. فخليكم على الناس الإيجابية هذية والناس اللي تحمد ربي. شكرا لك المربية الفاضلة السيدة نسرين البرجي على الحكاية الجميلة الحقيقة حلقت بنا في عوالم من السمو ومن رفعة الأخلاق ومن الحمد والشكر لذي المنة والفضل علينا جميعا جل في علاه ربي سبحانه وتعالى. وإن شاء الله كما قلت بما أنه هذه ليلة القدر وإحنا في عشية ليلة القدر ينعم علينا ربي بالخير واليمن والبركة والرزق والصحة إن شاء الله ونتمنوها للجميع. مشكورة على الحضور المتميز. إن شاء الله نتقابل معك بعد العيد في فقرتنا الأسبوعية القارة للاستشارات التربوية والأسرية كل جمعة بإذن الله في طبعا برنامج نسمة صباح. قلنا بما أنه هذا العدد خاص من تونس في رمضان فإنه في البرنامج اليوم طبعا وصلت لمجموعة جايتنا من المنستير. الحقيقة هي الوصلات هذه طبعا في الإنشاد والمداح والأذكار هي مقاطع من عرض أم الزين والفرقة بقيادة الفنان موهب الزين. الفرقة طبعا حاضرة معنا في المباشر يتفضلوا. كل القلوب إلى ذكر الحبيب تميل
القلوب إلى ذكر الحبيب تميل، ومعي بذلك ذلك شاهد ودليل. يا صاحبي لجيل، يا صاحبي لجيل، صاحب الجاه يا صاحب رسول الله، يا سيد يا صاحب الجاه يا سيد يا صاحب الجاه يا سيد يا صاحب الجاه يا صاحب رسول الله يا سيد. ساكن القروان واللي يزورك في أمان، بالقدرة يروح مطمان ويبلغ ما يتمنى، يا رفيق السيد يا صاحب الجاه يا سيد يا صاحب الجاه يا سيد. ونعطيني بشامك ونعطيني بشارة ونغروح ميني لله يا بابا سيد. يا صاحب الجاه يا سيد يا صاحب الجاه يا سيد يا صاحب الجاه يا صاحب رسول الله يا سيد. يا صاحب الجاه يا سيد يا صاحب الجاه يا سيد جاي عمر خالفت النبي الأغر، ومن بالعدل المشتهر المسمى بسيف الله يا سيد. يا صاحب الجاه يا سيد يا صاحب الجاه يا سيد يا صاحب الجاه يا صاحب رسول الله يا سيد. جاي سبطين ووالد حسنين لإمام علي قرة العين مشهور.
يا صاحب رسول الله يا سيد. الله 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 ولا إله إلا الله. الله 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 لا إله إلا الله. الفكر يشرح لي صدري يجلي لي همومي الكل معاه. كانت هذه الوصلة الأولى بإمضاء المجموعة اللي قلت لكم جايتنا من المنستير، مقطع من عرض أم الزين بقيادة الفنان موهب الزين. ما زلنا مع الفرقة ومع الوصلات ومع الأركان والفقرات القارة. أيضا خليني نذكر برقم الهاتف الموضوع على ذمتكم، إذا كان فما أي استشارة أي استفسار أي سؤال أي اقتراح أي نقد أي تهنئة أيضا، ولكن مش في المباشر طبعا. فريق الأعداد مشكور يتلقى المكالمات ويبلغها لنا. الرقم هو أمامنا 71 143 475، كما قلنا هو ظهر أمامنا على الشاشة منورنا كما قلنا في تقديم البرنامج. معنا الخبير في البرمجة الدماغية الأستاذ محمود المجيدة، باش نحكيه على العيد والعيد على الأبواب، وإن شاء الله أيامنا كلها عياد، وكيفاش نتعاملوا خاصة مع أطفالنا في العيد. مرحبا بك محمود. مرحبا سي زياد، وتحياتي لك ولكل السادة المشاهدين. كل عام وأنت بخير، بما أنه هذا آخر لقاء إن شاء الله لنا معك في رمضان، ولكن نتواصل لقاءات إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله. إذن العيد هو فيه الجانب الاحتفالي، وخاصة جانب متعلق بالأطفال. العيد الصغير، عيد الفطر المبارك أساسا هو للأطفال، الملابسهم الألعابهم حتى الحلويات، لأنه توا في العقود الأخيرة ولت العباد يعني تقرأ حساباتها. ناس قبلت بارك الله عليهم صحاح، يعني بدناتهم سليمة من الأمراض المزمنة بنسبة ضئيلة، كلهم يقبلوا على الحلويات، وكانت الحلويات التقليدية العربي هو صابرين باش تعملنا حويجة عربي اليوم. ولكن توا الحلويات ولت دسمة، فيها برشا كالوريات وفيها برشا سكريات، ومن النسب الكبيرة المرتفعة في العالم نسبة الإصابة بمرض السكري في تونس من الكهول، يعني أكثر من 18 سنة تقريبا 15%. كيفاش نتعاملوا مع هذا الكل، وخاصة بنياتنا وليداتنا صغيرات في العيد، كيفاش نعيشوا معهم العيد؟ هو خلينا نقولوا ساعة لرواحنا والسادة المشاهدين أنه نهار العيد هو يوم استثنائي بأتم معنى الكلمة. اليوم الاستثنائي علاش؟ لأنه فيه منسوب مرتفع جدا من الطاقة الروحانية قبل الطاقة الوجدانية. الطاقة الروحانية بما أنه أنهينا صيام شهر رمضان والجميع يكون مسرور أنه بعد فترة الصوم هذه هو يوم الاحتفاء ويوم الاحتفال بالعيد. فكرة العيد وطاقة العيد وروحانية العيد تخلي الجميع مع يعني منسوب الطاقة الإيجابية الكبيرة داخل الدار. الأكيد أنه حتكون فما منسوب طاقة وجدانية. الطاقة الوجدانية ما تكمل وما تكون موجودة خاصة عند وليدات لما الوليد يقع عندك الكسوة جديدة ويقع الحلويات ويقع أجواء الباجة وأجواء الفرحة ويلقى عيد وزد في يده ولا في مكتوبه ما يسمى في بعض الجهات المهبة وما يسمى تسمية أخرى في جهات أخرى. نعم، خلينا نقول ساعة للسادة المشاهدين، اليوم العيد هو يوم استثنائي ولكن راهو عنده مراحل. الأول خطوة نبدو بها هي ليلة العيد. ليلة العيد خلينا الأباء والأمهات تجتمع مع وليداتها وبنياتها وتعلمها أنه نهار غدوة إن شاء الله حبيكون هو يوم
يوم استثنائي، نلغيه كل ما هو مشكلات، كل ما هو مشاحنات، كل ما هو مشاكسات، وتكون الفرحة في تواصلاتنا وتعاملاتنا هي اللي تعم أحاديثنا. نهار العيد على غير العادة لولي تقاح بيقوم بكري الصباح. علاش حب يقوم بكري؟ لأنه عنده كسوة العيد، لأنه فما يعني كثير من السادة الأباء والأمهات يرفضوا على أنه أبنائهم يذوقوا حلويات العيد إلا نهار العيد. الطفل اللي يستنى المهبة وقداش حب يحصل اليوم فلوس، وينضر أبوه قداش يعطيه، وأمه قداش حب يعطيه، وقت لما يزور جده وجدته وهكذا. نعم، مهمة جدا مسألة تزاور وزيارات، لأنه للأسف الشديد محمود وأنت تعلم والعديد من المتابعين المشاهدين يعملوا هك الزيارات المتبادلة في الأعياد وسيلة الرحم صغيرات، كان البو والأم يحرصوا على أنه الصغير البنية ولا الوليد يعرفوا يعني أفراد العائلة، حتى العائلة البعاد يعني فردا. يعني أبناء الخالات والعمات والأخوال والخالات، يعني ولد عم والده وابن ولد خالة جدته وبنت خالة عمته، يعني هذوما الكل الآن للأسف الشديد في السنين الأخرى ما عادش تلقاها أحيانا البنية ولا الوليد حتى في سن الشبابة ما يعرفش ولد عم بوه، صحيح. ما يعرفش ولد خالة أمه، معناها صحيح. حقيقة شيء مذهل. النجم نوصله، النجم نوصله أن نطوره ونجده ونحسنه، وأكثر من هكا نتجاوزه بالضبط، نتجاوزه ما حدث. خلينا نقول لكم إصباح العيد وكل العملية الأولى والنظرة الأولى والصورة الأولى هي التالية، أنه الأب والأم يزم يكونوا المثال ويكونوا القدوة. نعم. كيفاش؟ مضى وانقضى شهر رمضان، يجتمع الأب مع كل أبنائه ومع زوجته ويرفع أيديه إلى رب السماء الله سبحانه وتعالى، ويقول دعاء مميز بالنسبة اللي فيه السعادة واللي فيه الفرحة واللي فيه شكر الله سبحانه وتعالى على هذه العائلة السعيدة، وعلى أنه أنهاوا شهر رمضان وهما من عيد العيد يكونوا أفضل وأحسن. بعد ما يكون الدعاء هذا من طرف الأب ومن طرف الأمة، يطلبوا الوالدين من كل وليداتهم أنه يرفعوا أيديهم زاد كيف للدعاء ويدعوا لكامل للعائلة، الدعاء هذا لكامل العائلة باش نكونوا عام كامل ممتعين بالصحة وبالسعادة وبالنجاح وبالتفوق وبالإيجابية، وتكون حياتنا بكلها مسرات وبكلها إيجابية. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية قبل ما نحكيه على المعايدات وما إلى ذلك، نطلب وليداتنا أنهم بأنفسهم يتوجهوا إلى غرفهم وهما فقط بمفردهم يلبسوا كسوة العيد. بعد ما يلبسك الطفل كسوة العيد، قبل ما تسلم عليه وقبل ما تعطيه المهبة انت كأب عليه. بالضبط، وقبل ما تعيد عليه تطلب منه أنه يقف أمام المرآة وقل له أغزر عش ولد روحك في المرايا. حب يقول لك بابا هاني نعرف روحي، يقول له لا زيد أغزر زيد أغزر، وبعد ما يغزر أسأله سؤال، قل له شنو اللي تغير فيك. الأكيد أنه الطفل حب يقول لك الصبات وحب يقول لك السروال وحب يقول لك المشطة وما إلى ذلك. خلينا نوجه طاقة الطفل إلى صورة أرقى واللي هي صورة الشكر وصورة الإيجابية. كيفاش؟ نقول له أنت من سنة إلى سنة السنة هذه زدت كبرت أكثر. نعم. صرت أكثر وعي، صرت أكثر إيجابية. العام لفات ما صمتش، لهذا السنة أنت صمتها. العام لفات صمت 3 أيام، المرة ذي أنت صمت نصف رمضان، وهكذا من الإيجابية. بالفكرة هذه وبالصورة هذه أرانا حب نطوروا برشا. نعم. حاجات إيجابية، ونشعر على الروحانيات ونشعر على الطفل أنه كبر وصار أكثر. نعم. وعي، ونخلي الطفل يشكر المولى سبحانه وتعالى. علاش؟ لأنه من سنة إلى سنة وهو ممتع بالصحة ومتع بالعافية. أي. وممتع بالسلام. الخطوة الثالثة اللي هي المعايدة هنا. نعم. المعايدة بعد ما تكون المعايدة على الأباء والأمهات، وهنجيو لقضية المهبة هنا سي زياد. خلينا نقولوا للسادة برشا قضايا محمود، مش كان قضية المهبة مع الضغوطات المادية ومع ارتفاع أسعار الملابس والحلويات دقيقة، معناها قضايا كبيرة، نوع من الضغوطات حقيقية هنا. خلينا نقولوا للسادة الأباء والأمهات، ردوا بالكم، دخل يدك في مكتوبك وتبدأ توزع على اليمين وعلى اليسار بالفلوس. نعم. يمنعوا منعا باتا سي زياد وكل السادة المشاهدين. أيوه. أنه ندخل إيدي لجيبي ونعطي لولدي 5000 ولا دينار ولا 10000 وكل قدر وقدر، كان نرضى بهم لكن سيرضى الآن. هاو كيفاش؟ كيفاش؟ أول حاجة نعملها نسأله سؤال بسيط. أيوة. في الثقافة العامة وليد صغير نقول له رمضان هذا قداش فيه من نهار مثلا، وهكذا. آه، معناه نحفزه باش يعني يتعامل مع المسألة كأنه مكتسبة. بالضبط. عن طريق إجابته الصحيحة ولا ما فعل من يعني الطفل خير. إذا كان يبوسك أنا أضرب بوستين وعيدك مبروك ويأخذ 5000 ولا 10000 وما إلى ذلك، راهو العملية تصبح روتينية ولا تعني أي شيء. هو الحمد لله اللي شهري معناه قبل العيد السنة الشهري قبل العيد وجياب مليانة لباس. بس شنو
صديقي الكاميرامان ناصر بالخيصة يأيدني أو بضحكة مزيانة اللي صور فيها مشكور، معناها الحال من بعض الناس كلها نجم تتفرد العائلة التونسية وتعيد لباس. إذا ما لا خلينا نقوله ما للسادة المشاهدين، راهو ما تفضلش تفرق في الفلوس على اليمين وعلى اليسار، أسأل وليدك سؤال بسيط حتى يستشعر أن وكل فلوسك لخذها وكل مالك لخذها راهو بجهد. إذا كان استشعر أنه خذها بجهد الأكيد أنه سيصرفه في أمر واعي وشيء واعي. نعم نعلموه قيمة الفلوس من الأول وقيمة الفلس الحقيقة. نعم. النصيحة أخرى للسادة المشاهدين، حكاية المزاورة وحكاية المعايدة الأهل أنا والأصدقاء. يبدو لي أنه بعد صلاة العيد ونعود أبنائنا عليها، لأنه هي شنية الحكمة من صلاة العيد وأنت تعرف وتعلم محمود والناس كل اللي شادوا فينا يعلمون أنك تعيد وتهني ما أمكن أكثر ما يمكن من أكثر عدد من المسلمين على مستوى الحي على مستوى القرية على مستوى المدينة على مستوى العائلة، ولكن بعد ذلك الزيارات الأسرية أنا في تقديري تجي في المرتبة الثانية أهمية بعد صلاة العيد، لأنه من المهم جدا أنه الابن والابنة الطفل والطفلة نعودوهم على أنهم يزوروا أقاربهم حتى مريرة مرتين في العام ويعرف أقارب والده ويعرف أقارب والدته. صحيح. وهالشيء ده مفقود أصبح في عديد العائلات للأسف الشديد. هو سي زياد وكل السادة المشاهدين إضافة إلى الطاقة الروحانية في علاقة بصلاة العيد وأنه نحمل وليداتنا ونزوهم معنا ويصليوا العيد وما إلى ذلك، فما شيء مهم جدا الوليدات اللي عندهم نوع من السلوك الانسحابي في علاقة بالمجتمع. صحيح. الوليدات اللي ما نجمش يدخلوا رواحهم، فيوم العيد لما يلتقي ولما يعايد على أكثر عدد من السادة المصلين ويتبادل معهم التهاني فسيجد نفسه أنه بكل تلقائية يقول عيدك مبروك ويسلم، وبكل تلقائية يسلم على يعرفه ويسلم على ما يعرفوش. فالرهبة من التواصل والتعامل مع الغريب مع الآخر راهي تبدأ تنقص بشوية بشوية. فصلاة العيد راهو ندفع ولا نشير أو ننصح السادة المشاهدين أنه يحملوا معهم أبنائهم وبناتهم، راهي تنمي السلوك التواصلي والأداء التواصلي الطفل بطريقة مميزة برشا. هنا نحكيه طوع المعايدة في علاقة بالأهل والأقارب. خلينا نقول لكم أنتم السادة الأباء والأمهات، أنسى اللي أنت تعايد الأول، نبدأ ساعة بالأهل والأقارب اللي هم البعاد. إذا كان تأخذ التليفون وتطلب أخوك ولا ولد عمك ولا ولد خالة أبوك ولا ولد خالة أمك، فأعطي التليفون للطفل هو اللي يقول عيدك مبروك أولا. أعلاش لما يقول الطفل عيدك مبروك أولا يقول أنا فلان الفلاني، أنا سلطان أحمد المجيدة، نحكي على ولدي أنا سلطان أحمد المجيدة ولد محمود المجيدة، قررت أن عايد عليكم أولا، وبعد ذلك يعني يمرر الهاتف إلى والده وإلى والدته. بعد ذلك زاد كيف نخليه الطفل يستشعر بطاقة الانتماء إلى الأهل، إلى بطاقة الانتماء إلى الآخر، ثم نأخذ إحنا التليفون. كيف لما نكون المعايدات في علاقة بالأقارب ونمشي نزورهم الطفل هو اللي يطرق الباب أولا، فعندما يفتح الباب فالذي ينطلق يعني في المعايدة هو وليداتنا وبنياتنا. مهمة جدا وهنا زاد ننمي السلوك التواصلي. نعم. ونخليه الطفل يستشعر هذه الطاقة وشيئا فشيئا يتطور تواصليا. نعم. وروحانيا وجدانيا. ثم نقاط أخرى محمود، ثم كثير من النقاط ولكن يلزمنا نلخص طبعا ثم كثير من النقاط قلنا عدد خاص من البرنامج والعديد من الفقرات. فما يعني جملة من الأفكار أعتقد أنا مميزة جدا وندفع السادة المشاهدين أن يطبقها مع وليداتهم. خلينا هنا في علاقة بالأزواج بربي، وخلينا نقول راهو دائما فما مشاحنات فما مشاكسات بين الزوج وزوجته على مدار شهر رمضان، راهو فما بروتوكولات العيد من الواجب أن يتأسى بها الزوج تجاه الزوجة، وراهو المعايدة متاع الزوج مهمة جدا. وهنا فما المعايدة الروحانية. شنية المعايدة الروحانية؟ أنه ندفع السادة هي دعوة إلى كل الرجال في تونس وفي العالم العربي أنه صبيحة يوم العيد والإسلامي بطبيعة الحال صبيحة يوم العيد كل ناطق بالعربية شاهد فينا يتوجه إلى زوجته ويقبلها من جبينها، تلك هي القبلة الروحانية، ويتمنى لها ويتمنى نفسه السعادة واستمرار الود واستمرار طاقة المحبة. نعم. والشعور الجميل، والقبلة هذيك تكون أمام الأطفال حتى تكون طاقة محبة وتجمع. نعم. إن شاء الله ديما ملمومين في الخير وإن شاء الله نصيحة بسرعة بسرعة أنقلها للسادة المشاهدين. نعم. واللي أعتقد أنه من الأهمية بمكان، خلينا من السادة الأباء والأمهات أنه ديما يتذمروا من الغلاء ودائما يتذمروا السروال ضيب 50 دينار والسبطة ضيب 100 دينار. إياك ثم إياك وإياك ثم إياك أنك تتحدث عن الغلاء أمام أبنائك. لماذا؟ لأنك صرت تحتج. فعبارة بالدرجة قلت التونسيين قلوا مررتها له هك السروال ومررت له هك الكسوة وما إلى ذلك. نعم. بل يجب أن تكون سعيدا يوم العيد وأنت تشاهد بالرغم أنك تسلفت وبالرغم أنك تدين، وكما قال
صديقك الآن يمكن الشهرية ما تكفيكش ويمكن أنت ما شريتش وما إلى ذلك، ولكن يجب أن تشاهد سوابغ النعمة وهي موجودة في دارك وهي موجودة عند وليداتك. رأي مهمة جدا حتى الطفل يستشعر بهذه الطاقة ويستشعر بالطاقة الإيجابية. ونقول إن شاء الله عيد سعيد لكل الأمة العربية والإسلامية ولكل مشاهدي التلفزة التونسية إن شاء الله. شكرا لك الأستاذ محمود المقيدة الخبير في البرمجة الدماغية. طبعا كان محور لقاءنا معك اليوم هو العيد وتعاملنا خاصة مع الأطفال في هذه المناسبة العظيمة. مقطع صغير من نغم طبعا باش يحلق بينا كالعادة في عالم الروحانيات مع الفنانة صوفيا صادق، ثم نعود إلى المباشر. رجعت لكم. انا بديت في المحنشة نتاعنا ولا البريبيت، كل واحد كيفاش يعرفها ولا كيفاش يسميها. لهنا ديجا بديت بكعبيت وهم باش نوريكم الطريقه. ناخذوا ورقات الملصوقه، ماذا بينا كي نقصوهم نغطيهم خاطر في ساعه يشيحوا كما تعرفوا. دونك على البلان دو ترافاي نتاعنا، وناخذوا لهنا الزبده ونعديو عليها الكلها الزبده الذايبه باش تتلف بالقدا وتجي تتقرمش زيدا. دونك لهنا احنا عندنا اللوز هاو، كنحاولوا نعملوا دي بودا ماهمش خشين برشا وماهمش جويد زاده ياسر كيما قاعدين تشوفوا هاوكا كيما هكا. توا باش نحطوا لهنا طريف، نجيو بالسكينه نقصوا الزيت ونوسعوا بينا في اللفه نتاعها باش تجي قد قد بالطريقه هذه. والزيد من بعد نتاع اللوز الكل نحيوه، ناخذ السكينه نتاعنا نجيو من هنا كيف كيف من هنا
دونك كيما هكا هاي الكعبه هذيا كيفاش هاكا لجناب نحينا الزايد قد الملسوقه مع اللوز ونجي ونحطوهم في الطبق نتاعنا على بابي كويسون وباش ندخلوهم للفور على 160 درجه هكاك ندخلوهم للفور على 160 درجه هكاك دوب تاخذ لون دوري ونخرجوها ومن بعد نكملوا نزينوها يبدا عندنا شويه شحور خفيف باش يعاوننا انه نلصقوا الفاكهه من الفوق. هذايا بالنسبه للمحنشه نتاعنا. بالنسبه للدراع المكونات اللي كانت مذكوره امامكم باش نخلطوهم مع بعضهم ونعجنوهم مليح مليح مليح. لازم البات تولي كيما نقولوا تسخن بالقدا تدفى ما تقعدش بارده باش ما تقعدش تتحثرب معناتها ما تقعدش نجموا نلموها فوالا نجموا نلموها البات باش نجموا نخدموا بها. انا باش نخلط المكونات نتاع غريبه الدراع كيما قلت لكم ومن بعد نرجع لكم باش نكملوا نخدموها مع بعضنا. نعم وبالمناسبة هو حاضر معنا شخصيا وكان يتابع بكل اهتمام الدكتور محمد الرابحي المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. شنو رأيك في المنتجات الغذائية نتاع صابرين؟ أمورها واضحة؟ ما عندي ما نقول. ما عندك ما تقول. أي احنا ديما نحاولوا نجمعوا بين ثلاثة عناصر طبعا في مطبخ تونس في رمضان اللي هي الكلفة المناسبة وطبعا البنة والمذاق والتقديم وخاصة خاصة المسألة الصحية. نحرص على أنه الحلويات اللي تعدها صابرين مشكورة من الاثنين إلى الجمعة تكون تراعي الجانب الصحي. دكتور على أبواب العيد طبعا فما مخطط عمل فما حصيلة للأسابيع الفارطة وأنت كنت حاضر معنا وعطيتنا طبعا نبذة على ما قامت به الهيئة وما تقوم به وثم خطة عمل خاصة للخمسة أيام الأخيرة. نبدأ بالحصيلة لو تكرمت. أوه كذلك بارك الله فيك. هو كما هو مبرمج الحقيقة قامت الفرق المتواجدة على كامل تراب الجمهورية في مستوى الإدارات الجهوية في بالولايات بالتغطية هذا بالإدارات الجهوية للصحة الإدارات الجهوية للهيئة لأنه الهيئة معلومة تخفى علي الهيئة عندها إدارات جهوية الهيئة ركزت الهيئة ركزت مش يعني عندها برشا الحكاية معناها لما احنا الإدارات الجهوية للهيئة بدأت معناها في أول رمضان في أول رمضان وستتواصل وتستمر وهو كذلك احنا توا باش ندعموها إن شاء الله خضير يفرح علي لا الحمد لله هو نعم. معناها تقريب للخدمات وتأمين التغطية اللازمة نعم. لكل المحلات المفتوحة للعموم ذات طابع غذائي نعم. في أي تراب من تراب الجمهورية نعم. الحقيقة العملية تصير كما هو مبرمج لها يعني سواء كان على مستوى الفترات صباحية مسائية ليلية احنا في النصف الثاني من شهر رمضان بدينا العمل الليلي نعم. تعرف انت في النصف الثاني المواطن التونسي يتجه نحو مادة دون أخرى خاصة المرتبات وما تبعهك علاش نعم. كل ما عنده علاقة بإعداد المرتبات هذا يتم استهدافه في الفترة هذه سواء كان على مستوى المخابز اللي نطيبوا فيها الحلو ولا نحضروا فيها سواء كان على مستوى نقاط الصنع وبيع المرتبات نعم. هذا ما كله يعني هم عندهم أولوية صحيح فما إشكال في علاقة بالتجارة الموازية وإحنا مش نعطي فكرة نعم. بعد شوية لأنه أي بس نحكي فما تحذيرات من بعض المنتجات دكتور بالضبط نعم. إحنا مثلا الحصيلة متاع 21 يوم أيوة. الثلاثة أسابيع تعداو الأولى معناها قمنا بما يقارب 16,000 زيارة يعني بمعدل 760 زيارة في كل ولاية رقم يعني كبير رقم مشكورين رقم على المجهودات ونغتنم فرصة وجودك بحذانا باش نحيي يعني الأعوان والإطارات وكل من له علاقة بالهيئة الكل مشكورين وإن شاء الله كل عام وأنتم جميعا بخير دكتور بارك الله فيك على الكلمة هذه خاطر النجم كان تشجعهم لأنهم الحقيقة الناس كلها مندفعين نعم. وهي مولود جديد نحبوا ننجحوه لأنه أكيد. احنا نحبوا وهذاك علاش أنا فرحت بالإدارات الجهوية اللي
حفزت معناها مع شهر رمضان ان شاء الله. دونك هالزيارات هذه مكنتنا باش نقفوا على بعض الاخلالات واللي تم من خلالها حجز 195 طن من المواد الغذائيه اللي غير صالحه للاستهلاك البشري. نعم. وتم حجزها واتلافها، يعني منتجات بانواعها، منتجات مخابز، مرطبات، مصبرات، نصف مصبرات، توابل الى غير ذلك. وبالتوازي مع هذا تم حجز ما يقارب 11000 لتر من الحليب، سواء كان طازج، متخمر، يعني مشروبات غازيه، عصائر. بالنسبه للمشروبات الغازيه تعرف سي زياد هو كل المشروبات اللي فيها ملون غير مسموح باستعماله في تونس. هذه خارج مشروبات بشتى انواعها، مش كان الغازيه دكتور، وكل فيها العديد من الانواع. اي مشروب عصائر، هذا هو. احنا نسميهم عصائر، ولكن هم للاسف الشديد معناها امورهم مش واضحه في بعض الحالات. هو احنا ما هذيك جاي من التجاره الموازيه. صحيح. لانه احنا تعرف انت الدور نتاع الهيئه زاد المراقبه الفنيه عند التوريد. أكيد. يعني توريد وتصدير، وكنا حكينا فيه المره الفارته الموضوع هذا. بالنسبة للمسالك المنظمة، ما تدخل أي مادة إلا ما تكون مطابقة للمواصفات وخاضعة للرقابة مشدة من طرف الهيئة. نعم. معناها وتاخذ الترخيص بالدخول. ولكن هالتجارة الموازية هذه تخليها الحقيقة فما بعض المواد اللي احنا إن شاء الله بالمرصاد. نعم. هذا من جهة، من جهة أخرى أبار المحجوزات فما تحرير محاضر، لأنه فما ناس وقت اللي هو باش يمسك مادة غذائية ويعرضها للبيع يعني تعتبر جريمة، وبالتالي تستوجب تحرير محاضر عدلية. نعم. يعني إلى حد الآن احنا تم تحرير 739 محضر عدلي. أي. بمعدل 35 محضر في كل يوم. كل يوم. هذا على مدى على مدار 21 يوم، على مدار 21 الأولى من شهر رمضان المبارك. هذا هو. نعم. يعني فما عديد الإشكاليات. أي. حصيلة طيبة. حصيلة. ومن جهة أخرى يعني تم تسجيل 1435 حالة متاع عدم مطابقة للممارسات الجيدة ولمدى توفر الشروط، يعني حوالي 9%. يعني وقت المكن 16000 فما 1435، يعني ما يعادل 9%. نعم. من المحلات اللي تم زيارتها تم فيها تسجيل إخلالات تذكر، معناها تنجم تمس بمبدأ السلامة. نعم. كيف كيف هذا معناها فيما يخص ديما قلنا 3 أسابيع الأولى، ولو أنه الخطة متاع الخمسة أيام الأخيرة هذه نحب نخف عليها شوية تفاصيل دكتور. بارك الله فيك. هو الخطة متاع الأسبوع الأخير. الأسبوع الأخير. الأسبوع الأخير الحقيقة فيه تكثيف كبير لمعدل الزيارات. نعم. وتعرف أنت ما عندناش الحق من أمنوش الزيارات لكل المحلات المفتوحة للعموم اللي تتعاطى مثل كل ما هو منتجات غذائية بشتى أنواعها. كل ما هو منتجات غذائية، وخاصة منها المنتجات اللي تعتبر ذات استهلاك واسع في الفترة هذه. الحلويات. هي الحلويات. شنية هي؟ معناها أنت المستهلك باش يمشي ياخو الخبزة متاعه متاع القط ولا الحلو. 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 الحلو بصفة عامة. الحلو يلزم كل المخبر اللي تم فيه الإعداد يلزم يكون مطابق. نعم. هك علاش احنا المهمة الرئيسية مش كأنك الحاجات الظاهرة بالعين المجردة للمستهلك، ولكن احنا ندخل الداخل ونشوفه. وهك علاش وتاخذوا عينات زادة وتنزلوا للمختبرات وهو كذلك عمل دقيق معناه. وهو كذلك توا مثلا في الفترة الأخيرة تم اقتطاع 400 عينة. وهذه باش نحلوها للوقوف على مدى مطابقة. هذه من معامل ومصانع صنع الحلويات والمرطبات من كل المحلات، من كل المحلات المفتوحة للعموم. احنا شوف سواء كان مختصة في الصناعة وصنع معناها ولا في البيع، كل منه كل منه. انت سي زياد هو شنو هذه؟ هو اجراء تكميلي. نعم. اجراء تكميلي وقت التشك في نوعية المادة. أي. تولي وقتها مجبور باش تاخذ، معناها باش تحجز وتحجز وقتيا وتاخذ عينة، تقتطع العينة وتحللها وتشوف مدى مطابقتها. نعم. إذا ما هيش مطابقة يتم الحجز. طبعا. احنا الحقيقة بالنسبة للفترة هذه، أنت أكدت على ما سيجري خلال هذا الأسبوع. احنا مش كان المحلات المفتوحة للعموم اللي فيها المخابز
للمرتبات، ولكن ايضا الاماكن نتاع بيع الفواكه الجافه واللي تعتبر مكون رئيسي. صحيح. احنا في الاطار هذا حتى محلات بيع مكونات صنع، وهو كذلك مكونات صنع الحلويات زاد، وهو كذلك رقابه معناها موصوله لهم وكل شيء معناها موجود. هذا هو معناها هذيك تعتبر من بين المحلات اللي عندها اولويه في الزيارات. نعم. لانه انت هو شنو، كل اداره جهويه تبوب الاولويات وتعمل البرنامج حسب الاولويات. نعم. فما عن طريق فرق مشتركه والا عن طريق الفرق الخاصه بالهيئه. واضح دكتور، وينتهي العمل ان شاء الله بعون الله وربي يكون في العون ان شاء الله، في عون كافه الاطارات والاعوان كما قلنا نتاع الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتوجات الغذائيه ان شاء الله في اخر الاوقات معناها ما قبل العيد بقليل، وربما يتواصل العمل حتى في العيد. اذا كان يتواصل قل لي، ونختم بالتحذير، فما يعني تركيز على المساله هذه، التحذير من بعض المنتجات الغذائيه دكتور. ما نعرفش اذا كان باش تسماها ولا باش تلمحلها ولا باش تحطها يعني بشكل عام معناها في لا. اطارها هو ماذا بينا نخليها بشكل عام. أيوة. لانه احنا بالنسبه للمحلات بالنسبه للسيركوي المنظم هذه ما فيش اشكال لانه ياخذ على الرقابه مشدده، ولكن التجاره الموازيه هذه مشكله، انت تشوف فيها المواد بانواعها وخاصه الحلويات في الاسواق. في الاسواق سامحوني في الكلمه بين ظفرين في النصب، هذا هو هذا هو واضحين هي هي في الساحات العامه. تصور انت انسان بائع متجول باش تشري من عنده الحلويات نتاعك نتاع العيد باش توكلها لصغارك، ولا العصائر والمشروبات ايه ما انا ما تعرفش عليها شنو احنا يعني سواء كان عصائر سواء كان انت مش كان العصائر، ربما العصائر في معناها ما تتاثرش بمفعول الحراره، ولكن فيه مواد غذائيه سريعه التعفن كما الحليب ومشتقاته واليغورت الى غير ذلك. احنا المواطن الحقيقه خاصه بالنسبة للمسالك الموازية يلزموا يكون هو يلعب دور المراقب الرئيسي باش يحمي روحه ويحمي صغاره. واضح دكتور. وكان مطرش مانع احنا عندنا رقم أخضر وضعناه على ذمة السادة المستهلكين. أيوة. باش يتفاعلوا معنا. نعم. بعد إذنك نحب نطلب بكل لطف من الزملاء في الإعلامية يركزوا على الرقم ويقيدوه هنا حتى وبعد إن شاء الله كان توفرت فرصة نعديوه في المباشر. تفضل دكتور. اللي هو 80106977. سهل 80106977 رقم الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية. نحب نخيل لك نجد الشكر لأعوان وإطارات وخبراء الهيئة الكل وكل عام وأنتم جميعا وعلى رأس أنت طبعا دكتور بألف خير. مشكور جزيل الشكر الدكتور محمد الرابحي المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. مش بعد بعيد دكتور باش ناخذك في جولة مع حنان القاسمي في الأسواق تقريبا في نفس السياق. حنان تحيتنا ليك وللفريق العامل معك، تفضل. شكرا، اهلا وسهلا ومرحبا بكل اوفياء القناه الوطنيه الاولى وبكل اوفياء تونس في رمضان. سعيده جدا اني صافحكم خلال هذا الشهر الكريم وخاصه ليله القدر، وهي خير من الف شهر. ليله القدر هي افضل الليالي، وقد انزل الله فيها القران واخبر سبحانه انها خير من الف شهر وانها مباركه وانه يفرق فيها كل امر حكيم. فريق برنامج تونس في رمضان تحول على عين المكان، واليوم معكم مباشره في المدينه العربي باش نشوفوا اجواء المدينه في ليلة 27. حبينا باش نقوموا بجولة مباشرة ونعيشكم هذه الأجواء خلال الشهر الكريم في ليلة 27. حبينا ندخلوا ونشوفوا مساغة ونشوفوا نعرفوا اللي برشا توانسة مازالوا يمشيوا ويشريوا الذهب في ليلة 27 ليلة الموسم، وإلا لا باش نشوفوا الكل هذا مع نتعرفوا مع بعضنا. عسلامة. عسلامة أختي، مرحبا بكم، نورتونا، مرحبا بكم، معكم الأخ لطفي. سي لطفي، توا احنا تحولنا للمدينه العربي، نعرفوا اللي قبل ياسر فما يعني نقولوا احنا اقبال على الذهب، تمشي العروسه يمشيوا مع بعضهم باش يختاروا الذهب في ليله الموسم باش يزول العروسه، ما زالت الاجواء هذه في المدينه العربي والا لا؟ لا اختي نقصت، كانت قبل فما جو تجي العباد تاع الموسم تاع الخطوب، السنه نقصت مدة عميل ثالثة ونقصت. نقصت معناتها تقول أنت ما عادش فما الموسم ما يهزوش الموسم للعروسة وإلا؟ بقل أختي، تجي الذهب غلاء والحركه راك حشوه لا يمت. كانت قبل ما شاء الله تجري العباد الموسم تاع خطوبه تاع كل شيء. تبارك حق الملح ركح.
احنا نحبك الجو متاع قبل كل ما هو عاداتنا وتقاليدنا ونحافظوا عليهم. العروسة مع العروس مع عائلة العروس، زوز العائلات عائلة العروسة يمشي ويختاروا مع بعضهم خاتم الخطوبة، اختارت الصيغة، هذه كلك الجو احنا اللي نحبوه ونحافظوا ديما عليه. هذا شيء كانت قبل موجود، تجي حتى الحماية تختار تولد، تجي الخطيبة والخطيب واخته واخوه باش يختار، باش يختار تجيو بالاربعة بالخمسة يختار وكل واحدة تعطي وسات ما تكتبش البيع، ما تمش البيع. احنا نحبوا تتم البيعة. كي يجيو زوز تتم، اما كي يجيو ما شاء الله تركح. تقول معناها قللوا الدلالات، تكون معناها الرايات اقلوا الكل. سي اختي وركح عليه متى الامه شويه ركح. وربي حرك شويه. بانواع الحاجات اللي يقبلوا عليهم توا اكثر العرايس لي موديل معناتها الحاجات السامبل الفينو والا كل ذوق وذوقه كيفاش؟ شوفوا احنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وربي ينزل البركه، اما كل واحد ايش تختار؟ فما تحب سامبل، فما تحب فيها فسوس، كل واحد وكيفاش؟ كل واحد فما تحب حاجه فينو. أقل شو مع الخطيب، فهم تحب تختار حاجة رزينة باش تتكلف على الخطيب، كل واحد كيفاش؟ كل واحد كيفاش؟ فما اللي يجيب لي معناها يخليه للآخر ليلة 27 كما اليوم هكا نقولوا معناتها يختاروا الموسم والعائلات وإلا من قبل؟ يأخذ قبل ليلة 27 بيامات، وفهم اللي يحب ليلة 27. فهمتك. فهم كل واحد كيفاش؟ فهم اللي يحب ياخذ بزاد ليلة 27. فهم اللي سوريتير وبرسلي نشوف هكا شويه ولا سوريتير كيف الابيض ولا فلاس، فما تختار البرسلي هذوما يخدموا نتاع موسم ولا نتاع خطوبه، فما نهار العيد الحاجات نتاع الموسم هكا نتاع الخطوبه بان احنا مازلنا في النهار ينجموا توانسه يجيو يشريوا اذا كانوا ماشيين باش يخطبوا الا موسم خاتم نتاع مناسبه او يعملوا نتاع موسم، فما ياخذ لك برسلي كل واحد كيفاش، فما يجي ياخذ لك صيغه نتاع عرس برمج روحه باش يعرس متاع بعد العيد ياخذ صيغه نتاع كل واحد كيفاش. ناقشوهم تعطيهم رايكم وإلك نعطي راي اختي هذا حاجه حلوه هذا مزيان نعملوا سوم مزيان وكل واحد كيفاش. فهم اللي يقبلك بسوم خويا اعطيني مبروك، فهم يقول لك نعمل دور ونعاود نرجع. والاذواق اكثر الاقبال على الذهب الابيض ولا الذهب الاصفر؟ توا في الاصفر وتوا زاد فما قبل زاد في الذهب الابيض. ولا خالص الذهب الابيض فما ذهب وروسي، فما في الابيض فما ابيض وروسي ماهوش فما قبل شوي شوي. والاكثر تكون معناتها في الصيغه والا في الخاتم الخطوبه الاغلى الذهب الابيض ولا الاصفر؟ هو الذهب الابيض اغلى شويه من الذهب الاصفر. اغلى علاش؟ وقت شي فيه يشد وقت في الخدمه واغلى. اغلى. وكله ذهب كله غلاء على الكل حتى من الدوله كل شيء غلاء. فهمت. هذه ترى تقريبا هذه الاجواء. هذا الذهب غلاء حتى في العالم الكل مش في تونس برك. فهمت. واضح هذه هي الاجواء هذه هو معناها نخلي لكم موقع نشوفوا في ديزارتيكل محليهم وما شاء الله احنا باش نتحولوا من الذهب نمشيو كيف ما نعرفوا للبسه التقليديه وما ادراك ما لبستنا التقليديه التونسيه واللي تكون حاضره ديما بامتياز في شهر رمضان وايضا في ليله 27 كما نقولوا احنا ليله الموسم الليله باش نشوفوا الاجواء هذه في المحل باش نشوفوا نعرفوا برشا اليوم يصير الختان نتاعهم يقولوا لهم ان شاء الله مبروك للكل اللي تم الختان نتاعهم والا اللي باش يتم ختانهم هذه الليله اليوم في ليله 27 نعرفوا زيدا برشا مناسبات خطوبه فيانساي عقد قران زيدا يصير في رمضان فما شكون يخير ليله 27 برشا مناسبات حلوه تكون في ليله 27 مرحبا بينا في المحل مرحبا بالقناه الوطنيه ان شاء الله رمضانكم مبروك وان شاء الله ليله 27 نشوفوا فيها برشا افراح وبرشا خير وان شاء الله ماشي البلاد فيما احسن ان شاء الله. ان شاء الله الليله ليله موسم ليله 27 يلا ناخذوا فكره على ليزارتيك اللي موجودين اللي يقع الاقبال عليهم للتوانسه العاداتنا تقاليدنا اللي مازالوا اجدادنا وعائلتنا التونسيه محافظين عليهم. نحن الحمد لله لتوا مازلنا متمسكين بالعادات نتاعنا سيرتو بالتقاليد الباهيه اللي عندنا بالكناستروات باللبسه العربي بالقفطان نتاع العروسه باللبسه نتاع الحمام. لبسة الحمام على يسارنا الحمامية هذه تتسمى لبسة الحمامية متاع الحمام متاع العروسة قديش لبسة هذه الحمامية متاع حمام 50 كاملة هذه سوم باهي خاطر نحن نخدموا بيدينا ونحضروا كل شيء بيدينا معنا بالنسبة للكناستروات الكناستروات هما كما طفلة ما يهزش الكناستروات كيفاش هذا الكناسترو بتاع الحنة بتاع العروسة هذا الكناسترو اللي باش يتحط فيه البرفانات والمكياج وتبش العروسة وهذا الكناسترو بتاع الصياغة بتاع الفردة والخاتم بتاع الذهب اللي كنا نشوفه في الذهب قديش الكناسترو هذيك صغروا هذوما بالنسبة للباك كاملة هكا 150 معناها 150 دينار بالنسبة للصغير 45 45 دينار وبالنسبة للحاجة شوفوا احنا في المرش نتاع الزهر المرش نتاع الزهر وعندنا المبخرة زادة حتى المبخرة نتاعنا معناها الحاجة الزمنية المنقوشة باليد
يتحط فيه البخور والشق والداد، وان شاء الله كل دار معناه في خير ان شاء الله. نراو هيك المراوح محليهم بالعنبر، واكيد هيك الريحه الفيه وحال. الحمد لله، هذه كل خدمتي انا، معناها هذا كله صنع يدوي، كله باليد. من المروحه اللي هي مخدومه بالزيتونه نتاعنا، الزيتونه العربي بالعنبر هايكه وبالنحاس، ومعها اليد نتاعها نحاس، مروحه اسعف، زايده الحرير نتاعها والبيرل اللي هو المرجان. هذا كله معناه نقولوا نحن للعروسة، معناه يود بيه الراجل العروسة، يود بيه الراجل العروسة. وعنا زيد الحنة اللي راوها، وهيا نعرفوا اليوم برشا يحني، وخاطر شي الختان متاحهم، زيد الخطوبة هكا وإلى ليه، هو الطن والحنة الحمد وجونا. الحمد لله نحن اللي المدينة العربي متسمية بالحنة وبالبخور، معناها كي تجيو لهنا ديجا ملي تدخلوا تشموا ريحة الحنة والبخور. هذه الحنة القابسية، الحنة البوليلة القابسية اللي نقولوا نحن العروسة تحني بها ليلة بركة تطلع كحلة، معناها تولي كحلة، يقول لك بوليلة معناها حنة في ليلة تطلع كحلة، قابسية بالحنة الشهيرة القابسية. وعندنا شوية الزيتونة زاد العنبر، هذه في الباهي تتحط في الكنسر بتاع العروسة، المراية يقول لك باش يجي عرقوب العروسة باهي، معناها هذه المراية بالعنبر زادة من عاداتنا، حاجة مزيانة برشا. عنا زاد الشاشية متاع الطور، هذه على زاد الشاشية متاع الطور، هذه عليها نقولوا نحن باش تفرق، هاي تخرج نوري الكعبة، هذا كل واحد يجي هني المطهر ياخو كعبة حسب الذوق نتاعو، يعطيك الصحة على حسب الذوق. وعنا برشا حاجات حلوين زاد الكناستروات، يمكن عندي 150 موديل نتاع كناسترو حنا، ملي بالساقين من حريم السلطان للصندوق الباي. عنا زاد توا برشا يميلوا للحاجة النحاس لل 27 الاصفر والحاسب الطبق الاصفر والابيض، هذا كله زاد نقيش يد ونحاس الفري، معناها مش الومنيوم مش مخلط باليد. عنا الكيسين زاد العروس والعروسة يشربوا فيهم الروزاتا، ولا نقولوا نحن الرمان يتحط في وسط الكيسين ويشربوا بعضهم، معناها هذه زاد من العادات نتاعنا. وعنا السكر، السكر لازم هذا يتهز مع الكنسر لل 27، هذا مخدوم بالنسري والماء الورد، سكري زمني شم ريحته محلاه، هذا ريحته بنينه برشا، ما عادش السكر تواب على العادي تو، ولا السكر تو ولا فيه تطور، معناها حاجه تقعد معناها تقليديه وعاداتنا، لكن في يصير فيها تجديد وتطور، فيها تجديد وفيها تطور، معناها ما قعدناش كيما نقولوا نحن خدمه على جيل، تقعد كل جيل يجي يطور جيل على جيل. يعطيك الصحه. القفه زاد قفه العروسه في بالطبيعه، قفه العروسه بالنسبه لقفه العروسه كلها مخدومه من داخل بالحلفة، الكادر متاعها حديد، قفة بالبورس معناها مزيانة برشا، يتحط فيها دبش العروسة، فيها الألوان الكل، مثال كما هذه مخدومة على الفيلور، مخدومة بالدوري بالتريزة متاعها، اليد متاعها مخدومة سومي كوير، هذه زادة القفة متاع الحمام لي كل عروسة تهزها معها، معناها وفيها الألوان الكل من الأزرق للفير للبلو للنوار. فما الدرجي الراولي للمطهر زاده كما قلنا، الدرجي زاده ايضا للعروسه الليله في الفيونساي، هو الدرجي كما نقولوا نحن كالسكر في القهوه، معناها ما فماش خطبه ولا عرس ما يتهزش فيها الدرجي. الدرجي يفرق تو، انا نحب نوريك برشا موديلات في الدرجي، عندي هذا مثال يبور الساتيني، حاجه سامبل هكا مزيانه تتفرق في الخطبه ولا في الملاك ولا في العرس، الليله في ليل 27 ان شاء الله. فما هذوم زاده بالورده، حاجة كما هكا بالسرة، فما هذوم زاد البلار بالتخشيش، معناها ستيل مكحلة عربي ريتهم، هذوم زاد نوعية مذخمة متاع دراجي. عندي من هنا بالعنبر زاد حاجات مزيانين توا، معناها نقولوا نحن شهر رمضان برشا يميلوا للحاجة العربي، معناها التقليدية التقليدية بما فيها الشاشية والبروش والخمسة والليرة نتاع الدراجي. احكي لنا شوية توا، راهو في جبيب ونعرفوا الليلة عادة ليلة 27 وبرشا يعني الختان وبرشا عائلات تمشي لبعضها وتهني بعضها وكلنا هكا ناخذوا فكرة بار اكزومبل، ما نعرفش انا قداش الجبة هذيا هكا نتاع المطهر هذيا قداش نعمل سومها؟ هذيك الجبه بتاع التور كامله معناها بالصبات وبالشاشيه، يصور لها الشاشيه نتاعها معها الصبات نتاعها العربي معها السروال العربي،
كان نجم نوريه مثال. هذه مثال الجبه نقولوا نحن الخمري نتاعنا. نحن الحمد لله معناها من الاوائل ديما في المعارض معناها بالجبه وبالكسوه العربي. هذه الجبه نتاع المطهر الخمري اللي على الحرير معناها حاجه مزيانه فيها السروال العربي. باش نوريك فيها السروال وفيها الصدريه زاد العربي. هذا السروال نتاع الطور. هذه الصدريه زاد مضخمه معناها هكا بالعقد حاجه مزيانه. وفيها تريزا الهلالي نتاعنا. عندك الشاشيه العربي نتاع المطهر. هاي الشاشيه هذه الشاشيه نتاع الطور. هذه بالنسبه لنا نحن معناها ديما مدلين كليوناتنا ذاك فورفيه ديما نعطيوه مع الجبه معناها اللي عنده طور نعطيوه الشاشيه ونعطيوه الصبات هديه من عندنا معناها. هذوما ما غير فلوسي تعطى. اجواء مميزه معناتها في ليله 27 وفي المدينه العربيه. الحمد لله نحن عندنا جو في المدينه وديما نقولوا نحن معناها متميزين ومتالقين في خدمتنا معناها والحمد لله هي سمعتنا هي اللي سابقتنا معناها. ان شاء الله ان شاء الله ديما سمعه هي باهيه وكل عام وانتم حيين بخير. كل عام وانتم حيين بخير زاده ان شاء الله مبروك. يعيشك. هذه هي الاجواء المدينه العربي. كان يسمح زميلنا يورينا اكثر نشوفوا نعرفوا اللي زاده الفاكهه تكون حاضره ديما. القله صحيح بالضبط ولا هي القله تاع اللي تتكسر تربينا عليها وديما القله كما نقولوا نحن بعد ما يروح الصغير ولا المطهر من الكلينيك ولا من السبيتار يعبيوا له قله كيما هذيك بتاع طهوره هكا فيها برشا موديلات توا ولات ما عادش موديل بركه. قداش بربي القله توا هكيك معناتها هي بالنسبه للقله فما الصغيره ب 15 فما المتوسطه ب 20 والكبيره ب 25 معناها معبيه من اروع الفاكهه معناها بالحمص والزبيب والحلوى اللوبيا والدراجيب اللوز والدراجيب الشوكولاته. شكرا ليك كل عام وانتم حيين بخير. هذه هي اجواء المدينه العربي نشوفوا مع بعضنا ونخليكم تتمتعوا بالصور نتاع المدينه اليوم في ليله 27 مش ما احلى من الاجواء هذه الاجواء التونسيه عاداتنا تقاليدنا اللي مازالوا محافظين عليها في ليله القدر الليله هذه المباركه او كان يسمح زميلنا نشوفوا اكثر مع بعضنا الاجواء ندخلوا شويه ونشوفوا حاجاتنا التقليديه نشوفوا الاجبايب نشوفوا الحاجات المطروزه العدس المراقم كل ما هو جو تونسي ونعرفوا اللي ليله القدر هي فضلها الله على باقي الايام بسبب نزول القران. هاوما شوفوا الصور هذوما لهم احلاهم من المدينة اللي يجوكم من المدينة العربي في ليلة 27 واللي كيما نعرفوا ليلة القدر هي فضلها الله على باقي الأيام بسبب نزول القرآن الكريم على سيدنا محمد أشرف الخلق في هذه الليلة المبجلة. ووصفها أيضا الله في كتابه الحكيم وقال ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر خير من ألف شهر. تقريبا هذه هي الأجواء الجميلة والصور الجميلة اللي جاتكم اليوم في ليلة 27 من المدينة العربي. نخليكم مع هذه الصور وكل عام وانتم حيين بألف خير. عودة البرنامج تونس في رمضان نتقابلوا احنا دائما على القناة الوطنية الأولى. أجمل التحيات وشهية طيبة للجميع. شكرا لك حنان. شكرا للزملاء اللي تنقلوا معك إلى المدينة العربي. شيء طيبة لكم أيضا ومسبقا لكل المشاهدين والمشاهدات. نعود إلى الفرقة اللي منورتنا بحضورها اليوم. قلنا عدد خاص من البرنامج بمناسبة ليلة القدر المباركة. مقطع آخر من عرض أم الزين تفضلوا. يا ربي وانت رجاء يا
من النار نجي عظايا واسبل علينا حجابك الصلاة على النبي الخاتم حبيب المولى خير أولاد هاشم الصلاة على النبي الخاتم حبيب المولى خير أولاد هاشم باسمك يا ربي ونترنم ونسمي نصلي ونسلم على النبي الأمي يغفر لي ويرحم أبي مع أمي وكل مسلم جامع المآثر الصلاة على النبي الخاتم حبيب المولى خير أولاد هاشم باسمك يا ربي نترنم ونسمي نصلي ونسلم على النبي الأمي يغفر لي ويرحم أبي مع أمي وكل مسلم بالمولى خير أولاد هاشم يا شفيع الخلق قصدي حماكنا الجاه وبجاهك نتوافق من النيران نار جاه فوزني بالعتق تحظى بالمكارم والصلاة على النبي الخاتم حبيب المولى خير أولاد هاشم الصلاة على النبي الخاتم حبيب المولى خير أولاد هاشم يا ندوة يا ينشهد الرسول يا الله قبل المالية توبة توبة نحن نلبسه
كمل عليا زيارة بعضو بالرحلة وانقطعت الزيارة بعضو بالرحلة كيف نعمل كيف نعمل يا ربي من فراق الأحباب بعضو بالرحلة وانقطعت الزيارة بعضو بالرحلة وانقطعت الزيارة بعضو بالرحلة وانقطعت الزيارة بعدو بالرحلة وانقطعت الزيارة بعدو بالرحلة وانقطعت الزيارة بعدو بالرحلة وانقطعت الزيارة مشكورة طبعا المجموعة في هذا المقطع كما قلنا من عرض أم الزين بقيادة الفنان موهب الزين. مازلنا مواصلين في الفقرات والأركان الخاصة بالاحتفاء بليلة القدر المباركة، وشرفنا بالحضور فضيلة الشيخ إسماعيل الحرابي المقرئ والمنشد. مرحبا بك سيد الشيخ. مرحبا بك وربي فضلك وإن شاء الله رمضان كريم وربي يبارك لك وإن شاء الله ديما من نجاح إلى نجاح. وتحياتنا للسادة المشاهدين اللي تابعونا، إن شاء الله ربي يتقبل منهم الصيام والقيام وصالح الأعمال إن شاء الله. أمين يا رب العالمين. سيد شيخ مناش باش نطولوا برشا في الحديث، ولكن نحبوا نسمعوا طبعا الابتهال والدعاء، وإنما إذا كان أمكن لمحة قصيرة عن فضاء ليلة القدر. طبعا هي ليلة القدر جل الناس يظنوها أنها ليلة 27. نعم. وهذا خطأ. صحيح. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها في العشر الأواخر باش يحفز الناس باش ما يهجروش الجوامع. نعم. خاطر البدن يتعب في العشر الأواخر ويكون مرهق، وكل أئمة والإطارات الدينية يعودوا ينقصوا في التراويح في قراءة القرآن يولوا ينقصوا. نعم. هو في الحقيقة ثمن الحزب من الصور الأخيرة من المصحف الكريم، يعني مدة الركعة أقصر شوية في العشر الأواخر. صحيح. وهناك يعني ربما إضافة نبوية كريمة من لدن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في الأيام الوتر هكا ولا سيد الشيخ؟ بالضبط أي. يعني 21. أيوة صحيح، في الوترية تكون أي 21 23 25 27. صحيح. نلتمسوا حتى 29 ثم أقوال زاد فيها. أي حتى ليلة الشك. أي نعم. أي وبالمناسبة السادة زاد اللي يصليوا في التراويح نحيوهم. أي من برنامجك إن شاء الله ربي يبارك لهم ويقوموا بمجهود جبار. صحيح. وليلة كريمة إن شاء الله ربي يكتبها لنا وكل الشعب التونسي إن شاء الله. أمين يا رب العالمين. كما قلت تحياتنا يعطيك الصحة على ما تفضلت به، تحياتنا لكل الأئمة يعطيهم ألف صحة. يعني هناك مساجد فيها العديد من الأئمة، يعني خمسة أو أحيانا أكثر، فما شكون يصلي بالناس ركعتين ولا أربع ركعات يتداولوا، ولكن هناك مساجد تبارك الله 20 ركعة وتلقى الإمام حافظ لكتاب الله وعناها ساعتين من زمان تقريبا دون انقطاع. أي دون انقطاع ما شاء الله عليهم وربي يثبتهم. آلات يعاونوه لكورال. نعم. بدون انقطاع. اي طبعا طبعا. صحيح طبعا. ويعطيهم الصحة وربي يمتحهم بالصحة والعافية ويجزيهم خيرا بما تلوى على مسامعنا وبما أموا المسلمين في هذا الشهر الكريم. أمين. سيد الشيخ شنو مجتمعنا؟ شنو نعمل ابتهال؟ أيوة. اللهم إن كنت قد عصيتك. تفضل.
اللهم إن كنت قد عصيتك فإني قد أطعتك. اللهم إن كنت قد عصيتك فإني قد أطعتك في أحب الأشياء إليك، وهو الإيمان بك منا منك علي لا منا مني عليك، منا منك علي لا منا مني عليك، منا منك علي لا منا مني عليك، لا منا مني عليك. وتركت معصيتك في أبغض الأشياء إليك، وهو أن أشركا منا منك علي لا منا مني عليك. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واذن بسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. الله 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 عليك. الله يفضلك يا اخوي. طبعا الابتهال والروحانيات ويعني هذه تجليات مطلوبه هي في صحيح. كل الاوقات، ولكن يحس وقحه بصفه خاصه بالضبط. المؤمن والمسلم صحيح. في مثل هذه الاوقات وفي مثل هذه الايام التي نرجو فيها من الله سبحانه وتعالى ان يعيدها علينا بالخير واليمن والبركه. في هذا الصدد الدعاء مطلوب ويعني مستحب والدعوة بإذن الله تعالى مستجابة، هكا ولا سي إن شاء الله بالضبط. شو نقولوا في هذا الباب؟ إن شاء الله تو نعملوا دعاء. نعم. اليوم جل الأئمة يختموا القرآن، نعملوا دعاء ختم القرآن إن شاء الله. تفضل. ادعوا باش ربي يحفظنا ويبركنا. أمين يا رب العالمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الطاهر الأمين، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم تقبل منا ختم القرآن، وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان، فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان، وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان، وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان، ولا تختم لنا بالشر والضلالة والطغيان، ونبهنا من نوم الغفلة والكسلان، وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان، بيض وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة أزمنة مديدة، واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم يا ودود ويا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد،
أسألك بنورك الذي ملا أركان عرشك وبقدرتك التي قدرت بها على خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تتقبل منا وتحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كيد الحاسدين المارقين واحفظها بعينك التي لا تنام. اللهم إنك أنت قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم فها نحن رفعنا كف الضراعة إليك فلا تردنا خائبين. هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان دعوناك فاستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا وعجل شفاءنا وعجل شفاءنا. إذا نمت على فراش الموت فقل يا الله إذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله إذا ابتليت فقل يا الله إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت فقل يا الله إذا تنكر لك أهل الأرض فقل يا الله الله يا الله يا الله. حسن ظنكم بالله. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم يا عالم السر والنجوى أعطي لكل من المشاهدين من الخير ما نوى ومتعهم بأسماعهم وأبصارهم وأذانهم وقواتهم إلى يوم يبعثون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولله المنة والفضل والحمد. اللهم استجب لدعائنا يا رب العالمين إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. مشكور سيد الشيخ. الله يبارك فيك إن شاء الله ربي يحفظك أنت والعاملين الكل في هذا البرنامج بارك الطيب. الله فيك. شكرا للذكرتونا إن شاء الله ربي يبارك فيكم. تحياتي إلى كافة المشاهدين إن شاء الله عيدهم مبروك. كذلك أمي وبابا نوجه لهم تحية إن شاء الله ربي يبارك فيهم وربي يحفظهم. كذلك صديقي عادل عيادي نوجه له تحية وكافة العائلة وإن شاء الله ربي فضلك وربي يحفظك. عايشك شكرا لك وكل عام وأنت وأهل القرآن وأهل الذكر وأهل الابتهال وأهل المساجد والجميع يعني بألف ألف خير. مشكور جزيل الشكر على هذا الدعاء الطيب ومشكور أيضا على هذا الابتهال الجميل وإن شاء الله إلى اللقاء في مناسبة قادمة. فضيلة المقرأ شيخ والمنشد إسماعيل الحرابي. طبعا الجهات لها نصيب كالعادة في تونس في رمضان والمصافحة الآن ستكون على المباشر مع زميل عزيز خميس بوبتان. خميس تحياتنا ليك ولكل من يشاهدنا من الجنوب وخاصة للفريق العامل معك. شكرا لك زياد. تحية لك ولكل المشاهدين الوطنية الأولى ولكل الزملاء العاملين في هذه الأيام الجميلة في الحقيقة أيام الأواخر من شهر رمضان المعظم اللي يتعزز فيها التضامن بكل أشكاله في تونس. زياد اليوم احنا موجودين في مائدة إفطار استثنائية صراحة على مستوى الأعداد وعلى مستوى المستفيدين من هذه الوجبة وهذه المائدة التي يتم إعدادها الآن من قبل الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بولاية مدنين تعاون مع عديد الأطراف. احنا موجودين لها في الفضاء المطعم المبيت المعهد النموذجي بمدنين وين فما حركية كبيرة تنشوفوها مع صور زميلنا نوردين عزلوك لإعداد هذه الوجبة الإفطار. سي منير رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر تونسي بولاية مدنين اليوم نحكيه بصراحة على مائدة إفطار استثنائية من القيمة متاحة من المستفيدين متاحة ليوصلوا حتى ألف وأكثر مستفيد اليوم. كهلال الأحمر تونسي بولاية مدنين تعودنا من خلال السنوات الأخيرة والسنوات الماضية كل سنة تقريبا نقوم بوجبة إفطار ونوصلوا 1000 1200 1500 800 كل سنة والأعداد نتاعها. السنة هذه نطمحوا إن شاء الله إلى أعداد قرابة 1000 وجبة. 1000 وجبة هذوما باش نقسموهم على عديد الأطراف إن شاء الله باش يكون عندنا نقاط توزيع في طريق السيارة للأخر المسافرين والأخوة الليبيين مارين بولاية مدنين. عندنا مجموعة أخرى باش تكون خاصة بمرضى مستشفى الجامعي بمدين. عندنا مجموعة أخرى تكون الإطار الطبي والشبه الطبي مستشفى مدين. عندنا زاد القوات الأمنية والعسكرية زادها في ولاية مدين. كذلك
عندها مجموعه اخرى وخاصه عدد كبير للمهاجرين الموجودين بمدينه مدين واللاجئين الموجودين بولايه مدين، هذوما زاد خاصتهم حابين نشاركوهم بالفرحه نتاعنا هذه، حابين نشاركوهم مناسبه القدر هذه، نفس الشيء حطوهم متواجدين معنا، وكيما نشاركوا مجموعه من ابنائنا الطلبه والتلاميذ بالمعهد النموذجي في النشاط هذا. هذا كل تضامن كبير من مدينه مدين الكل حاضرين في التامين تقريبا المساعدات متوفره لحد الان، كنا نطمح الى اعداد المزيد، لكن طاقه الاستيعاب للمطعم هذاكية معناها اجتهدنا اكثر باش نحضروا اعداد اكثر، وان شاء الله في فرص قادمه يكون عدد نتاعنا اكثر ويكون توزيعنا اكثر. ونحب نوجه بالمناسبه هذه تحيه شكر لكافه من متطوع معنا في العمل هذايا، من متطوعي الهلال الاحمر التونسي، من مندوبيه التربيه، من منظمه التربيه والاسره شاركتنا في العمل هذايا، وتقريبا الاخوه اللي ساهموا معنا في النشاط هذايا واللي مولونا، وشكرا للجميع. شكرا لك يعطيك الصحه سي منير، اكيد الناس كلها وقفت في الخدمه هذه. نور الدين خليك مع الصور، برشا متطوعين بصراحه يخلوا في القرايه نتاعهم ويجوا باش يقدموا الخدمه هذه للناس الكل يعطيهم الصحه. كانت هذه زياد في الحقيقه مائده افطار نموذجيه اليوم في مدينه مدنين، ودل مره اخرى على المد التضامني الكبير لجهه مدنين. فقط في اقل من 20 ثانيه الشاف هو المسؤول سي توفيق على كل شيء هذا، احكي لنا شنو عملت؟ عملنا اليوم رز ازهر بالحم، عملنا زوز سلايت، ثلاثة مشوية، سلطة تونسية، عملنا شربة، أكلة متكاملة، أكلة متكاملة. يعطيكم الصحة بارك الله فيك شيف توفيق. إذن كانت هذه فكرة زيادة على الأجواء الموجودة في مدينة مدنين، نلتقي إن شاء الله في مناسبات قادمة. شكرا لك خميس. ما زالت الصور متواصلة من هذا الفضاء الجميل. رجعتونا لايامات السيتي يونيفرسيتير يا حسره. حاب نحيي بالمناسبه ميساج ما فيها باس كل زملائي اللي سكننا مع بعضنا في الحي الجامعي راس الطابيه في الوقت هذاك، كانت الحقيقه اجواء متميزه ياسر رغم الظروف اللي الحمد لله تحديناها وتجاوزناها ولا باس. المجموعه هي الحقيقه جزء من مجموعه كبيره ياسر قاعدة تقدم في عرض عنوانه أم الزين بقيادة موهب الزين، وموهب الزين يجينا من مستير، ومستير وجمال حكاية باش يحكي لنا شوية منها. مرحبا بك موهب. مرحبا، شكرا على الاستضافة. الحقيقة معناها احنا تشرفنا باستضافتكم. لو كنت تحكي لنا على العرض وفكرته كيفاش جات موهب؟ عرض أم الزين هو عرض صوفي بالأساس مع إضافة لمسة غربية بحكم خبرتي في أكاديمية في المجال الغربي كأستاذ موسيقى في الموسيقى الغربية، وأيضا الخبرة الميدانية خدمت في الموسيقى الصوفية، عملت بحث أيضا على الإنشاد الصوفي وتوظيف العروض الفرجوية المعاصرة في الإنشاد الصوفي. دونك أم الزين الحقيقة من قبل نحب يعني الأغاني الصوفية، طورت بحثي واكتشفت أم الزين يعني الحقيقة ماهيش أصيلة جمال، يمكن تغشوشي عليها البعض. لا هي صحيح، لكن هي فريانية في الأصل. دونك كيفاش قصتها وقصة حلوة برشا، كيفاش انتقلت إلى المهدية ثم إلى مدينة جمال وصلت غادي فوالا. دونك قصة حلوة وحبيت الحقيقة دونك يمكن على الوزن الموهوب الزين عرض أم الزين جات حلوة شوية. قداش من عنصر في العرض كي يبدا كامل موهوب؟ دونك فما 40 على الركح و10 كوريغرافي، دونك 50 كل 50 50 50 مجموعه. انت مشرف على الجانب الموسيقي ولا العرض الكل؟ مشرف على الجانب الموسيقي والاداري كل شيء. والاداري نعم، لانه فما جوانب كيما الكوريغرافي الاكيد انه فما كوريغرافي الحقيقه معايا شكون بطبيعه في الكوريغرافي نتعاون الحقيقه ناخذ افكار. نعم. دونك ديما الاراء خير من الراي، دونك ناخذ افكار الناس الكل سواء حتى في الاغاني دونك وحتى الانتاج الجديد زاد قاعدين نحضروا ان شاء الله في انتاج جديد نوبه أم الزين جديده كلمات والحان كلمات محمد الزوابي الحان استاذ حمزه بن عبد الله دونك ان شاء الله قاعدين نحضروا فيها جديده باش تكون وهذا معناها قاعدين. نعم، بديتوا في سلسله من العروض، احكي لي عليها وقتاش انطلقت وشنو هي اهم محطاتها؟ عرض ام الزين هو ما انتاج جديد من 2022 من جانبي، تقريبا خدمنا 10 عروض. نعم. في 2022 دونك مهرجان صيفي ببحجر، مهرجان صياده، مستير، دونك خدمنا العديد من العروض. سنية في رمضان خدمنا في عرض في مستير وفي بني حسان ايضا، وان شاء الله طبعا عرض في باجه يوم 19 افريل ان شاء الله المراكب الثقافيه بعد غدوه معناها بعد غدوه مهرجان وجد للموسيقى الصوفيه. نعم. نجيب نقول للعباد الكل ان شاء الله تكون تحضر. نعم. معنا هذا اقرب عرض
اقرب عرض هو ان شاء الله هذا. نعم. هو بعد ان شاء الله في الصيف باش نبدا ان شاء الله يعني المهرجانات الصيفية ولا إن شاء الله. العرض هو في مهرجان وجد للموسيقى الروحية، عرض أم الزين بباجة بعد غدوة. شنو الفضاء؟ مراكم ثقافي، مراكم ثقافي بباجة، طبعا 9 تقريبا تاع الليل هكا، 9 ونص تاع الليل، 9 ونص تاع الليل، عرض أم الزين بقيادة موهب الزين في باجة في المركب الثقافي. شارت البرنامج ترانزيسيون، ثم نلقاو طبعا سي شكري جوبي الممثل نتاع وكالة التنمية الثقافية وتراث والتنمية الثقافية، ثم بشكل يومي مع وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية. حاضر معنا سي شكري الجوبي اللي هو مدير الإعلامية، هكا مدير الإعلامية باش نحكيو على رقمنا، شوف تراث وتنمية ثقافية ورقمنا. مرحبا بك سي شكري. شكرا، تحياتنا ليك، جيتنا مرفوق بالآلة العجيبة هذه. لو كان نحكيو على دور الإعلامية والتكنولوجيا الحديثة والرقمنا في تنمية التراث وأحياء كل ما هو يعني تاريخ والتنمية الثقافية عموما. فعلا سي زياد مشكورين على الدعوة هذه اللي نعم. تسمح لنا باش نعبروا ونعرفوا بالمنتوج الرقمي في أيوة. مجال التراث. أي. خلينا ننطلقوا كان تسمح سي زياد من, من 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 معطيات تقولوا انه في اطار التطور التكنولوجي السريع نعم. واللي انخرطت فيه بلادنا بشكل كبير، كذلك ثم تطور نحو الاقتصاد الثقافي الاقتصاد الرقمي بصفة خاصة بالعامة نعم. وبصفة خاصة في 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 الثقافة اللي أصبحنا نسمعه على الصناعات الثقافية الإبداعية. صحيح، وانت تحكي امامنا مجموعه من اللقطات فيديو ترافق من المشاريع من المشاريع نعم. اللي باش نحكي عليهم. في الحقيقه الوكاله انخرطت في هذا التوجه نعم. ومن خلال وضع خطه تهدف الى جعل التراث من العناصر اللي تحدث تحول نوعي في الاقتصاد الثقافي الرقمي نعم. ربما الخطه فيها عديد المحاور، عديد الانشطه، كل محور فيه مشاريع اعلاميه رقميه وانشطه تعرف بهذه المشاريع. هذه المشاريع اذا كان ناخذ المحور الاول نجد فيه مجموعه من التجارب الغامره لي زيكسبيريونس اميرسيف اللي تخلي الشخص يعيش في الفضاء الاثري في الموقع الاثري بشكل وكانه موجود وفي الوقت اللي كان فيه في الزمن اللي تتوجد فيه الموقع الاثري بمعنى انه اذا كان ثم حاجه ناقصه احنا نزيدوها من خلال وهي زياره بشكل افتراضي بشكل افتراضي يعيش تقول انت مثلا عام 214 قبل الميلاد يحط الكاسكة ويحط النظارات يشوف باش يشوف حتى الحركة الاجتماعية في الزمن ذاك نعم. والحركة الفلاحية والحركة ممتاز. بما يسمح للمستعمل التجارب هذه أنه يعيش اللحظة كما هي وتتوفر نعم. له جملة من المعلومات من خلال حتى العملية موجهة للصغار من خلال بعض الألعاب اللي نجم يقوم بهم نعم. ربما في التجارب هذه اللي هي تخص موقع دقة، موقع سبيتلا، موقع مكثر، ولكن ثم خصوصية سي زياد أيوة. في الحقيقة مشينا إلى التراث المغمور بالمياه في تجربة نوعية وفريدة من نوعها نعم. هذه المرة مشينا تحت المياه وشفنا الأثار المغمورة بالمياه وصورناها وقمنا بالتجربة وخلينا اللي باش يشاهد التجربة هذه يعيش التجربة نعم. كأنه تحت اللي يحب يخوض التجربة هذه ويعيشها وين يمشي شنو يعمل هذا احنا موجود على مثال سي شكري وريها لنا تعميما للفائدة نعم. نحطوا هذه الكاسك اللي عملنا فيها التطبيق يمشي للمتحف ولا الوكالة في المتحف ولا في الوكالة موجودين هذوما تو في المتاحف لا
اللي تابع الوكالة توا ما هوش في كامل المتاحف ولكن في بعض المتاحف. بعض المتاحف هذا المستعمل يضع الكاسكة هذه أيوة. فيشاهد العملية وكأنه يخرج من الفضاء الحاجي نعم. ويوجد في يمشي للعهد القرطاجي ولا العهد البونيقي ولا الروماني ولا الفينيقي فيشاهد بشكل صريح ومعبر نعم. الأحداث هذيك نعم. ربما المحور الثاني من التجارب هو تطوير وإنجاز تطبيقات ذكية نعم. ما يقع تحميلها على الهاتف الجوال للزائر فتعطيه من المعطيات وتعطيه من المعطيات اللي تخليه يزور بأريحية المواقع والمتاحف. باش تهبطها الوكالة تطبيقها قريبا يعني بالتعاون مع الاتصالات. تطبيقة موجودة ويمكن تحميلها بشكل مجاني. تطبيقة اسمها باردو آب خاصة بالمتحف الوطني بباردو وتطبيقة تور دي تونيزي اللي فيها كامل المواقع نتاعنا. باردو آب. باردو آب. باردو آب. والأخرى فيها والأخرى تور دي تونيزي. نعم. اللي نجم يتليشارجيها ويهبطها على الهاتف المحمول أي. وتسمح له بأنه يشوف الفضاءات نتاعنا الكل، شوف توقيت الدخول، معلومة الدخول، كذلك تسمح له باش يبعث تجيه نوتيفيكاسيون معلومة قل له راهو بجنبك بعض المعطيات. واضح سي شكري، مشكور جدا على الحضور، إن شاء الله نتلقاو معك في فرص قادمة باش توضح لنا برشا مسائل. نبيع وجال الوقت يداهم. فقط قول هذه التجارب الكل نعم. ممكن أنه يجدوها على موقعنا باتريمون دي تونيزي بوانتيان اللي هو موجود فيه التجارب هذوما نعم. كذلك نجموا يشوفوا ويتابعونا على صفحتنا ويشوفونا في بعض الأحيان نهبطوا على المواقع ونعرضوا التجربة ذي باتريمون دي تونيزي. هذا هو الموقع اللي تلقوا فيها التجربة الحلوة ياسر، تحط كاسكة تلقى روحك في العهد البونيقي ولا الفينيقي ولا الروماني ولا الفندالي ولا اللي هو. مشكور سي شكري جبي مدير إدارة الإعلامية المنتوجات الرقمية بوكالة التنمية وكالة تحية ورفض التنمية الثقافية. هذا هو مشكورين جماعة الوكالة اللي متعاونين معنا بالقداء في هو عمل فريق متكامل نعم. ونتوجه لهم كانوا تسمح في دقيقة ايه؟ سي محمد سي وحيد سي حمزة سي حسان يعطيكم الصحة أمال بوسنينة هذم الكل كانوا عمل نعم. جميع كل عام وأنتم بخير وتحياتنا لكم جميعا. صابرين في كلمتين الغريبة والمحنش زيد حضرت لهنا دبارتنا قلنا نعطيو افكار للعيد. عملنا لهنا غريبه الدراع اللي هو حلو تونسي تقليدي في متناول الجميع كما قاعدين تشوفوا فيه لهنا، وعملنا معاهم زيد البيوات ولا المحنشه اللي هما باللوز من الداخل وورقه الملصوقه، وفي الاخر نزينوهم حطينا سوا شوش ورد والا بيستاش، نجموا حتى جوز جلجلان، وهكاك تكون دبارتنا حضرت. شكرا لك صابرين، كل عام وانت بخير، كل عام والجميع بألف خير بمناسبه ليله القدر المباركه. ختامها مسك مع مقطع كما قلنا من عرض ام الزين، المجموعه اللي جاتنا من المنستير بقياده موهب الزين. شاي طيبه للجميع والى اللقاء غدا في تونس في رمضان. شيلا يا بابا المزوغي يا بابا يا بايا روح بسلامة، شيلة يا بابا مالي مزوغي يا بابا عمير وانا يا بايا روح بسلامة، يا وانا ماشي للحمادة عرضوني عز أولاده واحضر يسوع.